ما قبل ما اسالك عن المغرب ونخش على المغرب، لان طبعا هتقول لنا كيف كان المغرب معك وكيف هو الان المنتخب يعني، لكن ايه المنتخبات اللي انت شايف لفتت نظرك في هذه الدوره؟ اكيد اظن البلد المنظم طبعا مصر، ولو ما شفناش يعني المنتخب مصر في مستوى عالي جدا، لأنه كان هناك أشياء غير عادية وغير طبيعية. منتخب مصر أفضل من هذا طبعا طبعا، وعنده حتى يعني لما كتشوف كل اللاعبين الموجودين، يعني لاعبين في مستوى عالي جدا، نجوم، عندك محمد صلاح وعندك تريزيجيه وعندك في طارق حامد والنيني وعبد الله السعيدي والحارس الشناوي، يعني المنتخب هائل. ولكن انا في رايي المنتخب المصري لاعبين الوسط ما عارفينش مهمتهم، يعني الدفاعيه او الهجوميه، يعني عندهم شكل من اللخبطة في صح صح، عدم التنسيق عدم التنسيق وعدم ادراك ونقصهم استاذ، اظن انا الاوتوماتيزم يعني داخل المجموعه، وكيعولوا كثير على مهاره محمد صلاح مستسهلين يعتمدوا على مهاره تريزيجيه وصلاح تماما. ولكن كيبقى منتخب مصر، هذا ما في شك، منتخب مصر كيف قلت هو من المنتخبات اللي عنده شخصيه وعنده قيمه، وكي لما كتكون لاعب ضد مصر كتحس بواحد الاحساس ديال الرعب، هذا ما فيه شك.